دلوقتي هخش اغسل شعري عشان الهير دريسر جاي البيت وقال لي لازم اجي الاقي شعرك مغسول كويس قوي وناشف. وخلصت الشاور وغسلت شعري كويس قوي ورطبت وشي وحطيت حاجه صغننه كده بس عشان الحبايه دي وحطيت الليب بالم. ودلوقتي الميك اب ارتست داخله عليا ولسه ما حددناش اللوك هيبقى ايه، بس انا اضمن لكم ان الاوتفيت النهارده هيطلع قمر. يا جماعة احنا النهاردة بنعمل عظمة وابتدينا دلوقتي بقى الميك اب يا جماعة مع رضوى اشطر حد تشوفوه. هي اللي عاملة لي على فكرة الميك اب في كليب بتجيلي الحالة. يا لهوي يا جماعة انا حاسة ان انا عايزة اخرج كده خرابي على الخطارة. انتوا لسه ما شفتوش احنا هنعمل ايه، ده لسه احنا حطينا البيزكس بس. وخلصنا الميك اب وهيبان دلوقتي هنا بالحلاوه دي.